رايك في المعرض؟ المعرض الله اكبر شغال، واخد بال حضرتك، يعني عليه اكبر من جميع الفئات، غني وفقير، واسعار تحت الارض، يعني اسعار ما تلاقيهاش في اي سوق، وما تلاقيهاش، وفاكهه نظيفه ونظافه، وفي رعايه من الحكومه كل شويه تيجي تراقب تراقب برضه المكان. الاسعار حلوه في منتهى الجمال، يعني بالنسبه مثلا الرمان ب 5 جنيه والبرتقال ب 5 جنيه.